شنو كان ناقص بالضبط معناتها عامل بدني عامل ذهني شنو كان ناقص بالضبط باش تشدوا حتى الاخر؟ لا العامل البدني ظهري لا هذا ظهري قاعد انا جاي لاخر لقاء معناها جوات عندهم كرامب ولا حكايه ممكن الخبره نقصت شويه نقصتنا شويه في الاخر خبره نجم الساحل هي اللي حكمت في الاخر احنا معنا ما نخجلوش من النتيجه هذه وان شاء الله القادمه افضل ان شاء الله القادمه موسم جديد السنه فيكم بطوله السنه فيكم بطوله كاف اما في تاريخ ملعب جيبسي كيفاش معناتها باش يكونوا تحديات اكو ظاهر ملعب جيبسي تو طلعت البالي اخرى ما عادش ما عادش فريق تلعب على تريد النزول دونك فريق تلعب على وسط ترتيب تلعب على ترتيب متقدمه عندنا كاف كما قلت باش نلعب باش ندافع على حضورنا وان شاء الله ديما خير ان شاء الله ديما ملعب جيبسي القادم نتاعو افضل نشوف خير ان شاء الله.